نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان هنا. الماسونية من المنظمات السرية الغامضة، ولا يعرف عنها الكثير بسبب أنها محكمة التنظيم، ولا يتخلى عنها أفرادها بسهولة، وقد يتم تصفيتهم إن فعلوا. وهي منظمة تتستر بشعارات براقة وتجذب إليها أفرادا محددين للعمل ضمن مخططها الرامي إلى السيطرة على العالم ونشر الإلحاد والإباحية والفساد. وقد تصاغ هذه الشعارات لتناسب المكان والجمهور، كشعاراتهم: حرية، إخاء، مساواة، إنسانية. وتعمل هذه المنظمة على أن يتسلم أفرادها أرقى المناصب. هناك رموز كثيرة للماسونية، وغالبا ما يكون لهذه الرموز معنى ظاهر وآخر باطن لا يعلمه إلا دهاقنتهم. ومن هذه الرموز النجمة السداسية، تتكون من تقابل الزاوية والفرجار ووضع أحدهما على الآخر لترمز إلى عملية البناء، وهي في الحقيقة تمثل نجمة داود. وأما السيوف المسلولة فهي مسلولة للدفاع عن منتسبها ما دام ماسونيا حقيقيا، وهي للعقاب إذا خان. وهناك الملعقة والميزان والشاقوف والنجوم والشمس والقمر. والقصد من الرموز الفلكية هو الإيحاء بأن الماسونية قديمة بقدم هذه الأفلاك بزعمهم، وغيرها الكثير. الماسونيون هم الذين يختارون من ينضم إليهم ويعرضونه لعدة اختبارات، ويطلب منه أداء طقوس متعددة قبل الانتقال أو الترقي من درجة إلى أخرى. وتتصف هذه الطقوس بالتعقيد وبالدموية أحيانا، وتحاط بسرية كبيرة جدا، حيث يقاد العضو الجديد إلى الرئيس معصوب العينين، وما إن يؤدي يمين حفظ السر ويفتح عينيه حتى يفاجأ بسيوف مسلولة حول عنقه في غرفة شبه مظلمة فيها جماجم بشرية وأدوات هندسية مصنوعة من خشب، وكل ذلك لبث الرهبة في نفسه والسيطرة عليه. للماسونية درجات ثلاث: العمي الصغار، والمقصود بهم المبتدئون من الماسونيين. الماسونية الملكية، وهذه لا ينالها إلا من تنكر كليا لدينه ووطنه وأمته وقيمه وتجرد لليهودية، ومنها يقع الترشيح للدرجة الثالثة والثلاثين. الماسونية الكونية، وهي قمة الطبقات، وكل أفرادها يهود، وهم أحاد، وهم فوق الأباطرة والملوك والرؤساء، وكل زعماء الصهيونية هم ضمن الماسونية الكونية، وهم الذين يخططون للعالم لصالح اليهود. وهم لن ينجحوا في مخططهم السري هذا، لأنهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نحتاجك يا تاريخ لنا إبراسا والميزان.